كل بني آدم خطاء من فوق هذه الأرض، غير هو كل واحد والنسبة للخطأ دياله. في حكايتنا الليلة سعاد غادي تحل عينيها وسط عائلة سامة، بعد ما مولانا سهل عليها ودازت مراحل كثيرة، غادي تقرر باش أنها تنتقم من كل من هو راجل بالاستعانة بشواف باش توصل للأهداف ديالها. ولكن حيتاش ربي عالم بنيتها وما باغيش ليها هاد الطريق، غادي يجي سبب أنه يغيرها. تفاصيل هاد الحكاية كثيرة، فبقوا معي باش أنكم تسمعوها وأكيد تستفدوا من الأخطاء ديال سعاد. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه. شكرا جزيلا على الكلام اللي كتخليوه في حقي، شكرا حيت شكرتوني. وحتى انا بغيت نشكركم بل يبلي انه الاكثريه منكم فضلوا الصوت وبحال والو قلبوها صوت بدون صوره. المهم المؤنسه ديالكم دائما معكم اينما كنتم، واخا في عطله واخا في الاستراحه ديالي ايا كان، انا الونيسه ديالكم هنا. وحيت كنرتاح في هذا المحتوى ورغم التعب ديالو فقلت ما غاديش نبخل عليكم كيف ما انتم كتوحشوني. ولكن قبل ما ندخلوا في الحلقه نتاع اليوم، بغيت نقول لكم بلي انا هذا المحتوى اذا تبان لكم بلي يستحق الدعم، ما تنساوش انكم تشاركوا مع الحباب ديالكم العائله ديالكم والجيران ديالكم باش انهم يستافدوا من هاد العبار، وخصوصا المراهقات والوالدين. وما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت لما تيكلفكم حتى شي مجهود. واحبكم، ودابا غادي نقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا سعاد، حليت عيني وسط 5 ديال البنات وزوج ديال الدراري، كبرنا وسط الشوها والغوات وما عندناش الثقه في ريوسنا بقوة داكشي اللي عيشونا فيه والدينا. ماما مسكينه هي اللي كانت كتمشي كتسلف من عند الجيران ولا كتوقف في الموقف باش انها توكلنا. بابا ما كانش يخدم، واذا هو خدم نهار راه تيكل الشهرين. انا خويا الكبير تبع المنهج نتاع بابا ولا عطيها غير اللومالي غير القار والقهاوي والقمر، وفاش يجي للدار تيجي برد فينا غدايدو. ديما كنا حنا البنات كنتمناو غير شي فرصه باش اننا نهربو من ديك الدار بلا ديك الشوهه اللي كثره. ها هو خويا الكبير مضارب مع بابا، ها هو مره مع ماما، ها هو مره كيعايرنا، لدرجه انه كبرنا في الحومه مشوهين وبعقد نفسيه كثيره. كانوا خواتاتي تيمساكن كيتزوجوا غير باش يهربوا من هادشي وما يبقاوش عايشين في ديك الوضعيه. ابسط حاجه تخيلوا معايا، الحمام ما كناش نمشيو ليه، الكتوبه اذا وصل الدخول المدرسي ما كناش كنلقاو باش اننا نشريوهم. كنا عايشين في القمع ووسط حياه اللي ما كنظنش انه شي واحد قادر يستحملها. وهكاك بقينا في الدار وما هربناش واستحملنا وما خرجناش على الطريق. ولكن كانت ديما شي حاجه لداخل فينا كتسين غير شي فرصه فين تخوي ديك الدار. غادي يتزوجوا زوج من خواتاتي بزواج ديال الهروب غير باش يخرجوا من ديك الدار ويهربوا من الوضعيه اللي كنا فيها المزريه. با خويا تيصبحوا ناعسين وماما مسكينه خاصها تشوف كيفاش توكلنا وكيفاش تسلف من عند العيارات وتشوف كيفاش تدير باش تجيب ليهم انهم يكميو. واحد الحاله راه لا اله الا الله محمد رسول الله، غادي يتزوجوا زوج ديال خواتاتي وهربوا من الدار. بالنسبه لي انا صراحه داكشي اللي داروا ما كنسميهش زواج ولكن هروب. بعد اختي الكبيره غادي تزوج بواحد السيد اللي مضوب ليها في العمر، وهي مسكينه ما كانتش مقتنعه به نهائيا، ما كانش مقتنعه بهذاك الزواج، ولكن الظروف خلاتها دير هاد الخطوات. من بعد ما تزوجات به غادي تمشي معاه لدوله اوروبيه منين الاصل ديالو، وبدات الخدمه وتيسرات لها الامور ولدات معها زوج ديال الوليدات. وهنا غادي تبدا تفكر باش انها تجيبني انا من بعد ما ناخذ الباك باش نبقى نعاونها وباش حتى انا تيسر لي الامور ديالي وتخرجني من المستنقع اللي كنت فيه. المهم هي هذيك فعلا في 2015 غادي ناخذ الباك ديالي وغادي تجيبني لديك الدوله وغادي تيسر الامور في رمشه عين، وما غاديش نعرف كيفاش ديت ديك الفيزا ولا حتى كيفاش توصلت لتما. غادي نبدا القرايه وبديت كنعاون اختي، لكن من بعد كان خاصني انني نتزوج باش نرسي الوضعيه ديالي وندير الوريقات ديالي. وحتى حيتاش ما تليتش بغيت مازال نبقى عند اختي حيت ما بغيتش انني نبقى متقله على راجلها، ماشي بحال اذا كانت عندي الحريه في شي بلاصه خاصه ليا. المهم انا غادي نتعرف على واحد السيد وغادي نقاد وريقاتي معاه، ولكن هاد المره غادي نعيش العذاب معاه كيف ما عشتو تماما مع با وخويا. نفس داكشي اللي ما كنتش كنبغيه وهاربه منه غادي نطيح فيه. غادي نطيح في واحد كينعس حتى الزوج ديال النهار وتيبغي باش يكمي وما تيبغيش يخدم. غادي نطيح في واحد الانسان اللي هو سام كيضربني وكيتعدى عليا وكياخذ لي حقي، انسان اللي كرفصني ديال بصح. من بعد غادي نلقى راسي عندي بنيته اللي هي معانا وانا مازال صغيره، وغادي خصني انني نهز راسي وديك البنيته ديالي. غادي نتكرفس بزاف وغادي نتعذب بزاف، غادي نشوف الويل اللي غادي يدوز عليا وديال بصح. هادشي كامل وانا باقا مازال صغيره في العمر، عمر الشباب. جيت لهاد الدوله وانا عندي 19 سنه،
غادي نولد وانا في عمري 22 يعني 29 سنه كنلقى معايا بنت عندها عام ونص وخاصني نهز المسؤوليه ديالها وديالي، حيت بصراحه غير درت الوراق ديالي وقديت الوضعيه ديالي ما تلفتش لهذاك الزوج، لانه فاش كنت معاه ما حن فيا ما رحمني، كان كيستغلني وكان تيحيد ليا فلوسي وكيخليني بالجوع، ولما كنضربوا ولا كنتخاصموا شي نقاش ليه هو عادي نتاع كاع الازواج كان تيحيد ليا تليفوني والتلفازه واي حاجه غير باش ما يخلينيش نتنفس بها. وغير اذا بغيت ندوي لختي، تخيلوا معايا كنت كنهبط عند الجره لتحت ندق عليها ونقول لها الله يعطيك السرله ما عطاني التليفون ديالك، دغيا ندوي مع اختي حيتاش راه ديالي خاسر في حياتي. عمر ما كان ليا شي راجل ولا ذكر اللي هو سند، لا من ناحيه الاب ولا الاخوان ولا حتى من ناحيه الزوج. هربت من با ولدو تطحت في خوهم كيشبههم تماما، صوره طبق الاصل ليهم. تخيلوا كان كيجمع حوايجو في السيكان وكيعيط على دارهم ويقول لهم بلي انا جريت عليه، رميت لي حوايجو في الزنقه، كان الا شرا ليا ريحه كيهزها يخبعها ليا، كان داكشي اللي كيدير ليا بحال ديال شي واحد مريض نفساني. واحد الامر نسيتو يلا تذكرتو غادي نقول لكم، فاش كنت غادي نتزوج به كان غادي يخصني انا اللي نرجع للمغرب باش نعاود ندفع الاوراق ديالي، غادي يديني المطار وغادي نطلبو باش انه يبقى معايا حيتاش كنت حرقت الفيزا بشي شهر، غادي نكون خايفه وما عندي والو لا فلوس لا والو، غادي يرفض انه يبقى معايا وغادي يقول لي ما غادي يطرى لك والو غير سيري تبعي داكشي تتوصلي. غادي ندوز هما البوليس غادي يشدوني في المطار قدام الناس، غادي يديروا لي تحقيق فين كنت وعلاش حركت، غادي نعيط ليه ونزوق فيه باش انه يرجع حيتاش ما كنفهمش ديك الساعه الفرنسي، غادي يطلبوا مني انني نخلص واحد المبلغ اللي ما عنديش. طلبت حتى عييت فيه ومشى خلاني بوحدي في داك الموقف، غير الناس اللي كانوا تماك هما اللي تعاطفوا معايا، غادي يجمعوا لي شي بركه الفلوس وغادي يخلصوها للبوليس، وهذا الشيء ما بين بزاف ديال المواقف. هذا الشيء علاش نهار شديت وراقي ما حنيتش فيه ومشيت بلا ما ندور، غادي نطلق وغادي نوض نمشي نبدا من الزيرو، ولكن هنا عاد غادي تبدا حكايتي. غادي نخرج من الدار وغادي نجي عند اختي، غادي نجلس معاها شي يامات، ومن تماك غادي نمشي نقبض واحد استوديو واحد البيت صغيور كنت كنجلس فيها انا وبنتي، وغادي ندفع الطلاق ديالي ونطلق مع هاد السيد، ومن هنا بحيلة غادي يبدا الانتقام ديالي من جهه الرجال. من مورا تلاقي قطعت الياس وكفرت على الوضعيه، وجاتني فكره جهنميه. كنت نعرف واحد السيد في المدينه القديمه، في المدينه اللي كنت كنسكن فيها، كان عندنا معروف ولكن شواف بمعنى كيتعامل بالسحر. نهار بغيت نتواصل معاه كنت هبطت للمغرب ومشيت لعندو المحل ديالو ديال الريحه والعطور، وفي نفس الوقت كيدخل الكليان لواحد البيته تما مغطيها بواحد الريدو، غادي نطلب منه باش انه يشوف ليا واحد السيد قاوري اللي لاباس عليه كنت كنخرج معاه انا ذاك، وكنت بغيتو باش يتزوجني على قبل الفلوس، من بعد غادي يقول لي باش انه يسحر ليه باش نقدر ناخذ اللي بغيت. يا ربي تسمح ليا. فاش كان داك الفقيه كيخدم ليه كان داك القوري كيجهل وما كيبقى باغي والو من غير انه يشوفني بالليل وبالنهار. من بعد هاد الشواف غادي يفهم شنو انا باغا بالضبط، وغادي هو يولي يقول لي هذا خاطيك منه وهذا شدي فيه، وكنظن بلي انه حتى انا كان كيدير لي شي حاجه، لانه كنت فرحانه في قمه السعاده وعجبني الحال، وكنت غير كنعطي الفلوس وكنبقى انا بالزيرو، كان غير كيعيط ليا كنخرج نصيفط ليه، كان اقترح عليا انه ياخذ نمرتي باش يتبع معايا في الواتساب، قال لي اسعاد اي حاجه بغيتي ديريها ولا وقعات قوليها ليا ولا تشاوري معايا، كان يقول لي هذا في يدي وهذا ما في يديش، وبطبيعه الحال غادي نحبس صلاتي وغادي نقطع، لانه تنقول ربي ما غاديش يقبلني، كيفاش انا غادي ندير هذا الشيء ونحط جبهتي قدام القبله، كيفاش ربي غادي يقبل عليا؟ لا انا غادي نتسمى منافقه، اللهم نحبسها. كان صراحه ضميري حي، ولكن فاش بديت هاد الاعمال الشيطانيه ما قدرتش نحبس. المهم وقت ما كنت نتعرف على شي راجل قبل ما كنخرج معاه كنصيفط لهاد الشواف التصويره ديالو وانا فرحانه وعجبني الحال، كان تيقول لي بلي انه خدام معايا باش الراجل اللي طاح في الشبكه يولي يبغيني ويصرف عليا واي حاجه يعطيها ليا، في المقابل انني كنت نعطي واحد المبلغ شهري لذاك الشواف. كان قال لي خاصك تصايبي واحد الخاتم بواحد القدر ديال الفلوس وندير لك فيه تعاويذ وما يخطاش يديك باش يبدا يجلب لك دوك الرجال، واللي شافك ما يقدرش يبعد منك يولي كل شيء من تحت رجليك. خلصت عليه الغرق ديال الفلوس باش انه يديروا ليا، انا كنت طايشه طبعا وحاقده وفي عالم واحد اخر، كانت اي حاجه كتوقع ليا كنجري كنتصل به وكنت نعطيه الفلوس غير بالملايين، كان داير ليا غسيل الدماغ وشي حاجه كانت عامياني يعني ما كنتش عارفها. هادشي تنقول لكم ماشي اسباب كنخلقهم من راسي، ولكن فعلا كان بسيمانه قبل تيقول ليا راكي غادا تلاقاي بواحد ها كيفاش داير وكيعطيني المواصفات ديالهم،
المهم انا كنت فعلا كنخرج مع الرجال وغير كنحس بلي انهم ولفوني وكيبداو يرتاحوا ليا كناخذ اللي بغيت، وما بين ليل ونهار كنغبر وكنخرج من حياتهم. واذا تلاقيت شي نهار ونادرا فين كتوقع بشي واحد صدفه من الضحايا ديالي، كنت كنستفزو بلي انني ما كنبغيهش وما كاتبانش ليا حياتي معاه، فكانوا اللي ما كيتقبلوش هذا الشيء، واصلا ما كنتش كنعطيهم العنوان ديالي ولا نمرتي الحقيقيه، اغلبيتهم تيكونوا في اصلهم كذابين. المهم وليت كنخرج بزاف وكنفسد بزاف، وليت كندير شي حوايج اللي ما كانش خاصني نديرهم. تبعت واحد الطريق اللي هي خايبه بزاف، لدرجه انه الراجل اللي كنت نتعرف عليه تنبغي غير ننتقم منه والسلام عليكم. كان عندي واحد الكره والحقد من جهه الرجال بصفه عامه، ولكن انا ذاك كنت كصراحه كنتقم غير من راسي ومن الماضي ديالي. كنت دائما كل مره كنفكر نحبس هذا الشيء ونبلوكي هذا الشواف تنحس بواحد القدره ما يمكنش ما كنقدرش، ولكن شي طاقه قوى مني ما كانتش كتخليني. تخيلوا معايا، كنت وقت ما هبط المغرب كنبقى نقلب على صحاب الكارطات والشوافات، كنت كيف الحمقى اللي يقول لي راه كاين شي فقيه هنا، كنت كنمشي نجري ليه بلا هو يوم عميه. كنت غادي نهبل حيتاش كنت نحس براسي بلي انني كنعطي كل شيء، والله حتى كنخسر فلوسي كلها وكنكمل شهري بالجوع. حتى غادي يجي واحد السيد مسلم اللي كان من جنسيه واحده اخرى، غادي يدخل لحياتي وغادي نتعرف عليه، وانا غادي نشوف كيفاش كيتعامل معايا باداب واحترام وطيبه، اخلاق زوينه، والتعامل ديالو ما يمكنش. ممكن نحط عليه الراس، ما تيضربنيش، ما تيحاسبنيش، وما تيقول لي والو. الراجل اللي تمنيت يكون خويا وبا والعالم ديالي، قلت بلي خصني نتبدل على قبله، خصني نشد طريق الله ونصلي ونتقرب من مولانا. بديت نقول بلي انا وهذا السيد انا بغيتو الحلال وخاصني نتبدل، وربي غادي يرضى عليا. وليت نقول يا ربي جمع بيني وبينه، يا ربي راني لقيت فيه كل شيء، با خويا صاحبي الراجل اللي حياتي كلها كنت نحلم به، يا ربي راني بغيتو بالطيبوبه ديالو الشهامه ديالو الرجوله ديالو. حتى النهار غادي يوقع ما بيني وما بين هذا الشخص اللي كنبغي واحد المشكل اللي كان كبير بزاف. كنت هضرت مع واحد ولد عمو وقال لي راه هو مزوج، هنا غادي تشعل فيا العافيه، غادي نتواصل مع واحد الشوافه ومع واحد الفقيه وتيقولوا لي بلي راه هادشي ما يمكنش، راه هاد ولد عمو غار منك. انا هنا ما اقتنعتش وبغيت وبقيت نقول لا ما يمكنش، وغادي نبدا كنقلب هنا في هاد البلاد على شكون يقول لي شي حاجه واحده اخرى. نهار 10 بالضبط في شهر 11 بقى عاقل على هذا النهار كيف البارح، حيت هنا كلشي غادي يتبدل، غادي ناخذ موعد مع وحده اوروبيه كتعامل بهادشي، وغادي تقول لي بلي انا وهادشي راه ما كاينش، ولكن هذا الراجل راه عمره ما غادي يكون ديالك وراه ماشي ليك. هاد الجمله ما بغيتش نتيقها، ولكن غادي تدخل لقلبي كيف السهم، غادي ندير وقفه مع راسي. سعاد هاد خيتي هادي، هاد الكافره، شكون هي في ملك الله باش انها تقرر المصير ديالك؟ هنا غادي نفيق، وهنا بالضبط غادي نوض نصلي ونطلب السماحه من الله، وغادي نبلوكي كلشي من تليفوني، فقيه شوافات اي واحد مشرك واي واحد مخرجني لهذا الطريق. عاد الله انني عمرني نعاود هذا الشيء، وليت تمنيته وليت نحققه، وليت نصلي، وليت نعطي الماكله للطيور، وليت اللي شفتها نحن عليها. بديت كنتوب وكنبعد من اي حاجه خايبه، وبديت كنتقرب من مولانا. دازوا عليا ايام اللي صراحه ما كنتش كنسكت منها من البكا وجهي دبال وحالتي حاله، وباش نكون معاكم صريحه بحبي لهذا السيد خلاني نتقرب من الله ونقول لا، هاد الطريق اللي انا فيها ماشي مزيانه، خلاني نحبس كل شيء، انتقامات ضد الرجال، كيبغيني تيحترمني وما باغيش ياذيني. صدقوني داك قلت لكم علاقتي بهذا السيد كيف بغات السليخة سيدنا يوسف، ابتلاء الحب ديالها خلاها تبغي الله وتقرب منه وتشد الطريق اللي هي زوينه تماما. هادشي اللي طحت فيه لما تعرفت على هاد السيد، ما بقيتش كنخرج مع الرجال، ما بقيتش كنفسد، وشديت في صلاتي وكنستغفر، وبديت نتقرب من الله بزاف، وليت نصدق، ما بقيتش باغا حتى الغيبه انني نهضر في الناس. بديت كنحاول قدر المستطاع انني نكون انسانه مزيانه باش ربي يبغيني ويرضى عليا ويرضيني. غادي ندير قيام الليل واللي ما يطيحش على بالكم باش ربي يرضى عليا ويسمح ليا ويخلي هذا الانسان في حياتي، حيتاش فعلا عمرني ما شفت شي انسان بحالو. دازوش لا رجال قبل منه، اللي منهم با وخويا وراجلي، كرفصوني، يعني ما كنتش كنحس براسي انثى ولا عندي سند، وهادشي ماشي راه غير بوحدي ولكن خواتاتي كاملين هكذا عاشوا. غادي ندخل في رحله الدعاء في قيام الليل، كنطلب الله بزاف باش انه يجمعني مع هاد السيد، لدرجه دائما تنقول يا ربي اذا كان عندي خير في هاد السيد خليه ليا في باب الدعاء، واذا ما فيش يا ربي خير صرفوا عليا. تلقيت راسي كندعي في مكه المكرمه ومشيت درت عمره. نهار قلت راني مشيت لهاد المكان حتى حد ما صدقني، كيفاش هاد الانسانه كانت ودابا ولات بحال هكا وغدا العمره؟ اللي كيعرفني وتعرف عائلي كيتعجبوا كيفاش وليت. لقيت راسي كنصلي في حجر اسماعيل وفي الروضه الشريفه، حطيت جبتي على الملتزم، وكان عندي دعوه وحده انه يا ربي يا ربي جمعني بهذا السيد واجعل لي فيه خير.
انا تعذبت وتكرفست بزاف في حياتي، واليوم عندي 28 عام ما عرفتش هاد 8 سنين من حياتي كيفاش دازت. كلها كانت في الظلم والظلام والتكرفيس، نصها في الجوع والقهره، وراجلي وعائلته اللي كانوا مكرفسين عليا بلا ما نزيد نحسب دي منين حليت عينيا. حبست على الطريق 3 سنين اليوم، وانا اول مره تنحس براجل بصح بغيت نكون معاه. ما عرفش واش هذا حيتاش يمكن عشت وسط داك الحرمان اللي خلاني نتشبت بهذا الانسان، ولكن تنقول ما يمكنش انه ربي يلهمني بالدعاء وما غاديش يكتبوا ليا. اخوتي العجيب في الامر انه انا واحد البنت اللي طريفه بزاف وحاجتي ماشي ديالي، وما كنقدرش نادي حتى النمله، ولكن بسبب هذاك الشيء اللي عشت مع دارنا وبخويا والتكرفيس والضرب بلا سبب وراجلي والحقره اللي حقرني هو ومو تعداو عليا، خلاوني نولي بحال هكا. نزيدكم لانه من بعد التوبه ديالي اكيد انا ربي دخلني في امتحانات اللي كانوا كبار باش يشوف اليقين ديالي والصبر ديالي، ورغم كل شيء والله العظيم الا كنت كنصبر وما عاودتش رجعت لذاك الشيء، بالعكس عاد ما زاد يقيني بالله وندمت على كل شيء الصغيره والكبيره. كنت ديما كنقول يا ربي ديك الكافره شوافة قالت ولكن لا يعلم الغيب الا انت، انت قادر كيف ما جعلتي سبب في هدايتي قادر انك تجعله رفيقي في الحلال حيث هو السبب باش فقت. انا اليوم بغيت نقول لبنات اللي متبعين هذه الحكايه عطوني عافاكم شنو ندير، واش نستسلم ونحبس الدعاء ولا نمشي نشوف حياتي؟ لانه عندي 28 سنه، بنتي بغات خوتها ليها، وانا باغا نعود حياتي، وهذا السيد اللي عاود لكم عليه غير لي حياتي. تنقول بعض المرات واش نستسلم لقضاء الله ونعتبره بلي انه غير جا باش يصلحني ويمشي في حاله، ولا نبقى متشبته به وبالدعاء من هنا لغدا ما عرفنا شنو يقدر يوقع، ربما مولانا يستجب لي من هنا شهر زوج عام ولا عامين، ولا نستسلم لقضاء الله ونامن بلي انا ربي صيفطو ليا باش نبدل الطريق العوجه ونرجع لمولانا. انا اليوم ما عارفه شنو ندير من غير انني نلقى راسي كنصلي صلاه الاستخاره بزاف ومازال على باب الدعاء، حيت انا محتاجه بصح نسمع النصائح ديالكم وكلامكم، لانه بصح هذا السيد بدل لي حياتي. حكيتي بزاف ديال التفاصيل وقعوا لي مع داك الشواف اللي انا اليوم ما نقدرش صراحه نشاركهم معكم، لانني كنخاف لا توصلوا القصه ديالي وين تقم بيا فاحتفظتهم ليا من طقوس ومحرمات وشرك الى ما اخره. انا اليوم الحمد لله بداري وخدمتي، ومن نهار جات لطريق مولانا رجعت الشمس لحياتي وكيرزقني من حيث لا احتسب كل شيء حلال. اما داك الانسان مازال ما قدرش ننساه حيتاش هو النقطه اللي غيرت كل شيء في حياتي. دخوله لحياتي اليوم ما كنشوفه الصدفه وانما من حكمه باش نعرف ان الله هو الوحيد القادر على اي حاجه، وانا بصح بالدعاء ربي غير لي القدر. من نهار وليت ندق باب ربي غادي يتغيروا بزاف ديال الحوايج. بنتي كنعطيها كاع الحب اللي عندي حيتاش ما بغيتهاش تعيش اللي عشت، موفره ليها كلشي، فيا كلشي ليها وهزها بسناني حيت انا اللي كندير كلشي. باها قليل فين كنشوفو، علمتها تطلب الله في اي حاجه كتمناها واخا تبان ليها مستحيله وكبيره. انا والديا في الداخل ديالي حاقد عليهم بزاف، ولكن ما عنديش اختيار، كيبقاو مني انا اللي كنصرف عليهم، وان شاء الله غادي نصيفطهم للعمره قريب باش انا ربي يرضى عليا. اما هما عمرني ما حسيت بالحب ديالهم ولا الحنان ديالهم، ولكن راضيه باللي قسموا لي مولانا. غير هو كون كان عندي حق الاختيار صراحه وبكل صدق عمرني ما كنت غادي نختارهم كوالدين. اسال الله انه يسمح لي على اللي فات واللي سمعت قصتي، بغيت ادعي معايا انه ربي يكرمني بهذا الشخص، واخا صراحه فتحته في الموضوع وكيتهرب، وانا اليوم اضطريت انني نقطع معاه تواصل وخليته في يد الله. البنات اي وحده سمعت الحكايه ديالي نصيحتي ليكم اياكم ثم اياكم ثم اياكم للمره الالف تشدوا هاد الطريق، راه خايبه بزاف حيتاش مع المده حتى حاجه ما كتبقى تيسر ليكم. اللي مشى للشوافه اللي التجا من غير مولانا غادي توليو في واحد الدوامه وواحد الادمان ديال الشرك اللي صعيب انكم تطلعوا منه. عافاكم بعدو من هاد الشيء، والله ما غادي يخرجكم في حتى شي طريق زينه. اليوم يمكن فرحانه ولكن غدا لا غادي تندمي اشد ندم، تقدر تبان لكم النتيجه ديك الساعه وتفرحوا بها ولكن كل شيء زائل وحتى شي حاجه ما دايمه وما كتبقى. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه سعاد يا ساده الكرام. سعاد انا بعدا لا ما غاديش ندعي معاك انه ربي يسهل ليك فيه، ولكن غادي نقول ليك الله يخير ليك، والخيار ديال ربي ما تيخيبش وتيكون احسن من ديال البشر اكيد حيتاش هو اللي علم بالخبايا ديال القلوب. اما نصيحتي ليك كالتالي، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وسط الخبط اللي كنتي فيه وما راضياش عليه ربي علم بنيتك النقيه وباللي الماضي سبب هذا الشيء كامله، وخا هذا راه ماشي مبرر، ولكن ربي عطاك سبب باش هداك للطريق الصحيح.
اذا ربي صيفط لك هذا الانسان راه ربما يكون احتمال كبير انه يحط لك سبب باش يقول لك باللي كيف ما كاينين رجال خايبين كاينين اللي مزيانين. نصيحتي ليك ما بغيتكش تشبتي بهذا الانسان نهائيا. الاستخاره على ما كنعرف كدار مره واحده وكنرجعوا للور وربي كيجيبنا الجواب اللي غادي يكون مزيان لينا في المستقبل، واخا اللي حنا حاليا يبان لينا بلي ماشي هو هذاك. قلبك تشبت بهذا الانسان ولكن دوزي لحاجة واحدة أخرى، بمعنى ركزي على حياتك بينك وبين بنتك، خدمتك، مستقبلك. وإذا كان هذا الشخص من نصيبك تيقيني إذا قلت لك راه واخا تمشي تغبري حتى 20 عام غادي يكون ليك، عافاك ما تشبتيش به. فايت ليا يمكن قلت لك بلي أنا ربي تيغار على العباد ديالو، وإذا شافك أنك تعملتي في شي شخص كيمتحنك به وربما داك الامتحان يزعزع الإيمان ديالك إذا ما كنتيش فعلا ثابتة وداخلة لطريق ربي على وديت إنسان. حاجة واحدة أخرى، ربما هذا الانسان قبل الزواج يبين لك صوره ملائكيه، لكن ربي عارف اذا ربما تزديتي معاه يكون بحال الماضي ديالك، فما تشبتيش به. راه كيف ربي خلقو بهذه الطيبوبه اللي انت كتبان لك خلق اطيب منه وبكثير، وخصوصا انك قلتي لي فتحتي في الموضوع نتاع الزواج ولكن كيتهرب. صليتي صلاه الاستخاره والجواب عطاه لك ربي، لما الانتظار اكثر؟ ولهذا غادي نقول لك كيف ما لله بدلتي راسك حتى دابا عافاك لله سدي باب هذا الشخص، واي حاجه دارت لوجه الله ما كتضيعش وتيكون العوض اجمل وبكثير. فهنيئا لك بالتوبه ديالك، ما تنسيش ربي وربي ما كينساش العباد ديالو. هذه هي كانت حكايتنا الليله، كنتمنى انك تسمعي لهاد النصيحه ديالي، وكنتمنى انه المتابعات الحبيبات ديالي انهم يخليو لك تعليق جميله ويعطيو الراي ديالهم ايضا في هذا الموضوع باش تقتنعي اكثر. دمتم في رعايه الله وحفظه. اذا بالكم بلي انا هذا المحتوى يستحق الدعم ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب. نتلاقاو بعد غدا ان شاء الله. سلام سلام.